بسم الله الرحمن الرحيم. تمرين للشفاء من علاقة مع شخص مؤذي مهيمن علينا أو مسيطر، بعلاقة مقلقة أو محزنة أو مخيفة، أي علاقة متطرفة. نجلس باستقامة العمود الفقري، نغمض العيون، رخي الجسم، ونركز على العين الثالثة بين الحاجبين أقرب لمنتصف الجبهة. ناخذ شهيق وزفير عميقين من العين الثالثة 3 مرات. نستحضر صورة الشخص اللي بدنا ندوزن العلاقة معه أمامنا، نراه بالعين الثالثة. هذا الشخص لم يكن إلا صدى لبرنامج مخفي بداخلنا ظهر لساحتنا الحياتية ليدل لنا على مواقع خلل ما كانت تؤرقنا، كانت تعطل سمونا في مقامات الوعي، فظهر بشكل إنسان، نكد علينا، أحزننا، نكل علينا، سيطر، أخافنا، كل تلك المشاعر السلبية من حقد وحسد، كراهية، بغض، غضب، فتنة، خيانة، كلها ظهرت من خلال هذا الشخص الظاهر بصورة أمامنا الآن. نرسل له طاقة من النور نغلفه بها فلا نعد نراه كشخص، بل نراه برنامج معلوماتي كفيروس مثلا غلفناه بالنور. أولا نوجه بطاقة اعتذار لهذا الكائن المبرمج على ما بداخلنا والذي ظهر بقدر إلهي محكم. نعتذر منه لأننا جذبناه لأنفسنا وحملناه قذارتنا الكارمية، أوساخ أموالنا، مساوئ بنات مدانس أنفسنا العميقة باللاوعي. هو الذي شاء ليحملها عنا لأن موجته، اهتزازه، ذبذبته تناسب ما بداخلنا. نغلفه بالنور، نعتذر منه لأنه كان بدين كارمي علينا منذ الغابرين.
ثانيا. نسامحه على ما فعل معنا، نسامحه من قلبنا النقي، لأننا ندرك أنه ضحية أوهامه النفسية، ضحية أمراضه ومشاعره السلبية التي جاءت لتتناغم مع بداخلنا باللاوعي، فتأخذ عنا أثقالنا، ذنوبنا، آثامنا، أحمالنا الكارمية. نحن لا نرى به شخصا آخر مفصولا عنا، بل نراه كائن مبرمج جاء بناء على قدر رباني دقيق ليستد دين السنين عما فعلناه معه في الغابرين. ربما أو ما فعلناه بأنفسنا مع آخرين فجاء هو ليحمل عنا، أو جاء ليرقينا من منزلة إلى منزلة، من درجة إلى درجة، نتيجة تعلقاتنا الشخصية، روابطنا الوهمية. جاء ليفعل ما فعله فنسامحه على فعلته، لأنها جاءت بإرادة الإله المحب الرحيم الذي لا يريد لنا وبنا ومنا إلا الخير، فهو الخير المحض سبحانه، يريد أن نتطور بالوعي في هذا المفصل الزمني الحساس. فجاء هذا الشخص ليأخذ عنا أوهام الحواس. نسامحه عما فعله، فهو مجرد برنامج أخذ عنا أحمالنا. ثالثا، الآن ونحن قد غلفناه بالنور، اعتذرنا منه، سامحناه، نقرر أن هذا الشخص لا يوجد علاقة بيننا وبينه. نتصور مقصلة أو مقص أو قاطع سكين أو سيف نهوي به من الأعلى للأسفل بحركة يد أو بحركتين لليدين من الأعلى للأسفل ومن أسفل الأعلى، من الأمام ومن الخلف. نقص الروابط التي تربطنا، الحبال الكارمية، الحبال الخفية، الحبال الطاقية التي تجعل بيننا علاقة. الآن بالمرحلة الثالثة، هو كائن مفصول عنا، له قدره الخاص، نحبه مثل ما نحب كل الناس، لا يوجد خصوصية له في حياتنا. جاء بقدر والآن يذهب بقدر، بسلام المؤمن المطمئن المهيمن. نهديه نور، نضيء له شمعة أثيرية من نور، ندعو له بالهداية والتوفيق، ندعو له بأن يعود لنفسه فيصبح معنا بمركزية الوعي الشامل بالمحبة واللا عنف وعدم الأذى. نأخذ تنفس عميق من جديد، نشعر من خلال الشهيق أن نورا يدب في منطقة البطن،
فوق السرة بواحد سنتيمتر، منطقة الضفيرة الشمسية، منطقة العلاقات والروابط. نشعر بأن شفاء بدأ يدب بالمنطقة. نشعر بالارتياح، بالطمأنينة، بالسلام، خفة القلب وانضباط دقاته. نشعر بأننا تخلصنا من حمل ثقيل. نتركه لله، نتركه لله، لا نريد له الأذى، نتركه لله. تنفس من جديد. كلما أحسسنا بضرورة العمل بهذا التمرين نعيده، يفضل أن نكرره صبحا ومساء لمدة 3 أيام، وبالتالي نرى النتائج. نزيد لسبعة أيام إن احتاج الأمر ذلك، بالشفاء والسلام والسلامة للجميع. بعد نصف دقيقة نفتح العيون وننظر بنظرة عينين نصف مفتوحتين، تنظران للنور الإلهي خلف كل حدث. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.